نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين عباد الله إن الدين الإسلامي هو الدين الموافق للفطرة البشرية يقول الله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون كيف لا وهو الدين الذي ارتضاه الله لعباده ولن يقبل دينا سواه كيف لا وهو الدين الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد كيف لا وهو الدين الذي تطمئن له القلوب السليمة والعقول الصحيحة كيف لا وهو الدين الذي يولد عليه كل مولود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة أي مسلماً فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كيف لا وهو الدين الذي يدفع صاحبه إلى التضحية والفداء وهو الدين الذي أشرق على البشرية فأخرجهم من الظلمات إلى النور بعد أن كانوا يعيشون في تيه وظلام وضلال كيف لا وهو الدين الذي لا يفرق بين أسود وأبيض ولا بين فقير ولا غني فالميزان هو التقوى ميزان الخلق طاعة الخالق كيف لا وهو الدين الذي أوصى برحمة الناس بل برحمة الجن بل برحمة الحيوانات والبهائم يا له من دين رعى حقوق الإنسان والحيوان بحق لا بزيف وهو الدين الذي حفظ على الناس أموالهم ودماءهم وأعراضهم وهو الدين الذي رفع وشرف المرأة بعد ذل الجاهلية وهو الدين الذي من تركه ضل ومن حاد عنه زل ومن استغنى عنه ذل
وهو الدين الذي لم الشمل وصف القلوب ونبذ الفرقة وداس كل ضلالات الجاهلية. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وهو الدين الذي لا يعرف الأنانية ولا الاستبداد ولا التفرد بالرأي، بل أمرهم شورى بينهم. وهو دين الإنصاف والعدل حتى مع الأعداء، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهو النور الذي وعد الله سبحانه وتعالى أن يتمه ولو كره الكافرون. دين عظيم، ولكن يأتي السؤال: فهذا هو الدين، فأين رجال هذا الدين؟ أين الرجال أمثال بلال وسلمان وصهيب والزبير والبخاري ومسلم من أجل هذا الدين؟ سالت دماء الصحابة رضي الله عنهم في كل مكان. يولد أحدهم في المدينة ويقتل عند أسوار القسطنطينية وأمام أسوار الصين. من أجل هذا الدين صبر العلماء والأولياء على جميع أنواع البلاء، تقطعت لأجله أبدان، ونزفت لأجله جروح، ودمعت له عيون. عباد الله، إننا في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، لا شك لدينا أن كل أمة الإسلام يتطلعون إلى تحضر وتقدم وعزة وسيادة وتمكين. كل أمة الإسلام يريدون أن يعيشوا حياة كالتي كان يعيشها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كالتي كان يعيشها من جاء بعدهم ممن فتحوا مشارق البلاد ومغاربها. كل أمة الإسلام يتطلع إلى تاريخ عريق مجيد، إلى حضارة لن يجود الزمان بمثلها، لم ولن يجود الزمان بمثلها. حين كانت دولة الإسلام عالية اتسعت رقعتها من الصين شرقا إلى أوروبا غربا، حين كان هارون الرشيد رحمه الله تعالى أمير المؤمنين وخامس الخلفاء العباسيين الذي عم في عهده الخير والرخاء البلاد والعباد، كان في ولاية عهده قد غزا الروم حتى وصل إلى ضواحي القسطنطينية، وفي خلافته غزاهم حتى طلبت الملكة إيريني ملكة الروم طلبت الصلح مقابل دفع الجزية، فعقد معها الصلح رحمه الله تعالى. ثم جاء بعدها ملك أحمق اسمه نكفور، اسمه نكفور، نقض العهد الذي أعطته الملكة، وأرسل رسالة إلى هارون الرشيد يقول له: من نكفور ملك الروم إلى هارون الرشيد ملك العرب، من نكفور ملك الروم إلى هارون الرشيد ملك العرب، إن الملكة التي كانت قبلي أقامتك مقام الرخ. الرخ هو طائر خرافي يرمز للقوة، وأقامت نفسها مقام البيدق أي مقام الضعيف، وحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقا بحمل أضعافها إليها، ولكن ذلك لضعف النساء وحنقهن، فإذا قرأت كتابي هذا فاردد ما حصل إليك من أموالها وافتدي نفسك، وإلا فالسيف بيننا وبينك.
كتب هذه الرسالة إلى هارون الرشيد رحمه الله تعالى. فلما قرأ هارون الرشيد الرسالة غضب غضبا شديدا، حتى قيل أنه لم يستطع أحد أن ينظر إلى وجهه، فدعا بدوات وكتب إلى نكفور ردا على رسالته يقول له: بسم الله الرحمن الرحيم، من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نكفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما ترى لا كما تسمع. وقاد بنفسه جيشا جرارا فلقنه درسا لا ينسى، حتى عاد إلى الجزية صاغرا وخضع أمام قوة المسلمين وعزتهم. هارون الرشيد رحمه الله كان يخاطب السحابة يقول لها: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. السحابة حين ينزل منها المطر فإنها ستنزل في أي بقعة من الأرض، فستكون تحت قيادة المسلمين، فسيأخذ المسلمين الخراج أي زكاة من نتاجها. هكذا كان المسلمون، لكن متى حدث ذلك؟ عندما كان هناك رجال يتمسكون بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال القائل: كنا رجالا، كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحار، بمعابد الإفرنج كان آذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، كنا نقدم للسيوف صدورنا، لم نخش يوما غاشما جبارا، لم نخش طاغوتا يحاربنا، ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار، ورؤوسنا يا رب فوق أكفنا نرجو ثوابك مغنما وجوارا، كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا، لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الين والدولار، كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا. نعم أيها الإخوة المسلمون، هكذا كان المسلمون، هكذا كانت عزة المسلمون. خرج العلاء بن الحضرمي قائدا على المسلمين في الغزو، فأراد أن يلحق بالكفار، فلم يجد سفينة يلحق بها الكفار الذين أخذوا السفن وهربوا، فقال: بسم الله، فخاض البحر فلم تبتل ركبه، ثم قال للجيش: خوضوا، فخاضوا، فقطعوا دون أن يلحق بهم تعب، حتى لحقوا بالعدو فظفروا به وهزموه. خبر عجيب، العلاء بن الحضرمي يمشي على الماء بفرسه والمسلمون يعبرون النهر لملاقاة العدو. هذه الأخبار لن تسمعها في أي تاريخ من الأمم إلا في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. سقط بعض أمتعة الجنود وهم يعمرون النهر، فقال: اللهم لا تجعل لأحد منة علي في هذا اليوم، فرد الله له متاعه فوق سطح الماء. تأملوا أيها الأحباب، تأملوا عباد الله، كان الرجل منهم يدعو الله عز وجل فيستجيب في الحال، كانت الأرض موصولة بالسماء، كان المسلمون يعيشون تقدما ورخاء وسخاء ورقيا. وإذا أردتم أن تعلموا فاسألوا بلاد الأندلس، بلاد إسبانيا، اسألوهم كيف كان حال المسلمين من التقدم والتحضر حتى أدهشوا العالم،
حتى أن ملوك أوروبا كانوا يبعثون أبناءهم ليتعلموا في بلاد المسلمين، وكان أحدهم إذا أراد أن يبين تقدمه وتحضره يتحدث ببعض الألفاظ العربية ليبين للناس أنه تعلم في بلاد المسلمين. كان الأمن والأمان يرفرف على هذه الدولة العظيمة. الأمن والأمان، حتى الحيوانات العجماوات التي لا تعي ولا تتكلم كانت تشعر بالأمن والأمان. أي والله، حدث ذلك في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله، رحمة الله على عمر بن عبد العزيز، وتبارك الذي خلق أمثال هؤلاء الرجال. نزل رعاة الغنم من فوق قمم الجبال يسألون من هذا الرجل الصالح الذي أقام على الناس، أي من هذا الخليفة الصالح ومن هذا الحاكم الصالح العادل الذي يحكم الناس الآن. قالوا إنه عمر بن عبد العزيز. ثم كان السؤال، وكيف عرفتم أنه قام على الناس رجل صالح؟ قالوا إنه إذا كفت الأسد والذئاب عن شاتنا علمنا أنه قام على الناس رجل صالح. انظروا، الأسود والذئاب لم تنظر إلى الشاة والغنم. لماذا؟ بسبب العدل الذي قام على ظهر الأرض، الذي أقامه عمر بن عبد العزيز رحمة الله على عمر بن عبد العزيز. كان له غلام يعمل له في السوق على بغل، وكان يأتي لعمر بكل يوم بدرهم، وفي يوم من الأيام أتى له بدرهم ونصف، فسأله عمر عن النصف درهم الزيادة، فقال له أنفقت السوق؟ قال لا. قال إذن أتعبت البغلة فأجمها ثلاثة أيام، أي أرحها ثلاثة أيام. الله أكبر، حتى البغال والحيوانات العجماوات كان هناك رحمة بهم. نعم، فلننظر إلى هؤلاء الحكام وإلى هؤلاء الأمراء وإلى هؤلاء الأئمة الذين كانوا يراعون حتى حقوق الحيوانات العجماوات. أخبار عجيبة، وفي تاريخ أمة الإسلام يحدث أكثر من ذلك، لم تسمع ولم تسمع بمثل هذه الأخبار إلا إذا كان أبطالها المسلمون الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قوم ازداد إيمانهم بالله عز وجل وتعلق قلوبهم بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه، فكانت الدنيا في أيديهم ولم تكن في قلوبهم، ففتح الله عليهم بركات من السماء وأمثالها من الأرض. تاريخ المسلمين مهم جدا، لا بد أن يهتم به المسلمون ليتعلموا ويعلموا ويعرفوا تاريخهم ومجدهم، ليفخروا بذلك التاريخ. قال القائل اقرأوا التاريخ إذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. أعداء الإسلام درجوا على تجهيل هذه الأمة وعلى الفصل بينها وبين كتاب ربها وبين تاريخ أمتها المجيد. شغلوهم لعب الكرة وبالأفلام والمسلسلات، حتى تسأل أحد منهم عن سورة الإخلاص لا يعلمها. يبقى مسلم وقد يتجاوز عمره 40 عاما، يقترب من لقاء الله عز وجل، تسأله عن سورة الإخلاص لا يدري، لا يعلم. هذا ما خطط له أعداء الإسلام. لذلك على المسلمين أن يتعلموا ويقرأوا تاريخهم ليعلموا أنه لن تقوم لهم قائمة إلا إذا كان شرع الله عز وجل هو الذي يحكم الأفراد والجماعات.